الجيش المصري يفجر مفاجأة، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وضربة كبرى من الداخلية المصرية، ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. وفريق جامعي يبهر العالم ويبتكر ممرضة آلية بقدرات عالية. وننشر خبر عاجل عن الفنانة ياسمين عبد العزيز ونقلها لسويسرا. وعاجل الأرصاد الجوية المصرية تحذر من حدوث كوارث. وعاجل أول تعليق من أسرة الفتاة المتهمة بقتل صديقتها في مول شهير وتفجر مفاجأة عنها. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان إن شاء الله يجيلك الأخبار أول بأول. واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك الأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وضربة كبرى من الداخلية المصرية، وضبطت مباحث تنفيذ الأحكام في العاصمة المصرية القاهرة أحد الأشخاص محكوم عليه في 93 قضية بإجمالي حبس 210 سنة وكفالات ب 2 مليون جنيه. الداخلية قالت في بيان صادر في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، تمكنت مباحث إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم في النزهة محكوم عليه 93 قضية شيكات بإجمالي حبس 210 سنة وكفالات مالية بلغت 2 مليون جنيه. أشارت إلى أنه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، يعني شخص محكوم عليه ب 210 سنة سجن، شيء يعني كبير جدا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر إلهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. والجيش المصري يفجر مفاجأة، ننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي قيام الوزارة بالتخطيط لتأسيس شركة مصرية إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي كسابقة أولى في مصر. وقال بيان رسمي صدر عن وزارة الإنتاج الحربي أنه تم تأسيس شركة تضم مساهمين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومصنع 999 الحربي وشركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات إي إم لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات. والهدف من تأسيس هذه الشركة هو إنتاج سيارات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة، حيث تعمل سيارات إي إم بالغاز الطبيعي والبنزين. وستكون السيارات بموديلات وأنواع مختلفة، كابينة مزدوجة 2x4 وكابينة مزدوجة 4x4 وكابينة مفردة 4x2، وستتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب في السوق، حيث سيتم إنتاج 12 ألف سيارة سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلية والإفريقية. الشركة تسعى لبدء الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022، كما أن السيارة حاصلة على شهادة إي مارك الأوروبية، وتتوفر بها مقاعد مريحة وأجهزة تكييف هواء قوية ووسائل أمان عالية. وستعمل السيارات هذه في درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وإفريقيا، كما أنها لديها قدرة العمل على مختلف أنواع الطرق مزدحمة ومفتوحة وترابية ووعرة. وتم تجربة السيارة لمسافة 25 ألف كيلومتر على الطرق في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية وأثبتت كفاءتها. مصدر معانا كامل مصراوي. طبعا خبر صار من وزارة الانتاج الحربي الجيش المصري على بدء تصنيع سيارة بتعاون مع الشركة الإماراتية جلوري، فده شيء جميل جدا. بندخل عالم صناعة السيارات، وطبعا يعني اوعوا تنسوا السيارة الكهربائية اللي هي تسمى بنصر E70،
مصر الآن تقوم بالعمل على إنتاج هذه السيارة لتتوفر أيضا للجمهور في عام 2022. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وخبر يعني صار جدا ومفرح. فريق جامعي يبهر العالم ويبتكر ممرضة آلية بقدرات عالية. تمكن فريق من الباحثين في جامعة عين شمس المصرية من اختراع ممرضة آلية روبوت بقدرات عالية وتتحدث اللغة العربية، ويمكنها التعرف على وجوه الأطباء والممرضات. وقال رئيس الجامعة في تصريح لقناة صدى البلد إن اختراع الروبوت شمس في الجامعة هو مشروع بحثي لعدد من الباحثين في كلية الحاسبات والمعلومات. أشار إن الفكرة عرضت عليه عام 2020 ورئيس الجامعة تحمس لها، وأضاف إن الفكرة جات له يعني في هذه الفترة. ورئيس جامعة عين شمس قال إن الممرضة الآلية يعني ممكن تصبح على المريض مثلا، تطمن عليه، يعني تعرف أخباره إيه، تقيس درجة حرارته، وإذا كان المريض ما زال يعاني من الألم فإنها يعني تبلغ بالحالة، تبلغ طبعا الأطباء. ولفت إلى أنها تقوم بأعمال خفيفة ومتوسطة ومعقدة وبتتحدث اللغة العربية، ويمكنها التعرف على وجوه الأطباء والممرضات ومساعدة الجراح في مهمته. وتابع أن الروبوت شمس بإمكانها إدخال بيانات المريض ويمكنه التواصل بين الطبيب والمريض. وكشف ان تكلفة المشروع مش هتتجاوز المليون جنيه. وفريق العمل من مختلف الاعمار منهم حديثي التخرج اشار ان المهمة استغرقت فقط 10 اشهر. مصدر معانا كان من صدى البلد، شيء جميل لما نقوم بتصنيع يعني روبوت مهمته ان يكون يعني ممرض، يا ممرضة آلية اسمها شمس. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وننشر خبر عاجل عن الفنانة ياسمين عبد العزيز ونقلها لسويسرا. غادرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز القاهرة متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة لسويسرا لاستكمال علاجها بإحدى المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي. مصادر مطلعة بمطار القاهرة قالت إن عبد العزيز وصلت للمطار بسيارة إسعاف مجهزة من إحدى المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص لنقلها على طائرة إسعاف خاصة. أضاف أنه تم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار. أشارت إلى أن حالة الفنانة صحية كانت مستقرة أثناء نقلها للطائرة. مصدر معانا كان من الصدى البلد. نتمنى الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز اللي يعني مفيش حد بيختلف على حبها. أترك لحضراتكم التعليق وندعي ربنا إن شاء الله الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز تقوم وتبقى بخير. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والأرصاد الجوية المصرية تحذر من حدوث كوارث. قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين إن العالم أجمع يتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري بسبب الظواهر الجامحة. أضاف خلال مداخلة تلفزيونية على قناة دي إم سي أن استمرار العالم في الاستخدام المفرط في الأسباب والمسببات التي تؤدي للاحتباس الحراري، وذلك عبر زيادة استخدام مشتقات البترول والفحم، فإن طبقة ستتكون في الغلاف الجوي تعمل على انعكاس انبعاثات الحرارة لتعود إلى الأرض بدلا من خروجها. أوضح أنه منذ رفع درجة حرارة المحيطات ارتفعت درجة واحدة، للمتوقع أن ترتفع نصف درجة جديدة بحلول عام 2030، وهو ما يسبب المزيد من الكوارث وارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم أجمع وحدوث جفاف إلى جانب سيول وفيضانات. أشار إلى أن هذه الظواهر لها تأثيرات مباشرة على الإنسان وبالأخص على الصعيد الصحي، إذ تحدث الكثير من حالات الوفاة دون أسباب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب مخاطر تلف بعض المحاصيل الزراعية فضلا عن أضرار تتعرض لها الثروة الحيوانية. شاهين أكد أن التغيرات المناخية ليست وليدة سنة أو سنتين. وضح أنه إذا حدث توافق دولي في هذه اللحظة على تقليل استخدام الطاقة غير النظيفة والاعتماد على الطاقة النظيفة، فلن يشعر الإنسان بنتائج هذا التغير إلا بعد 30 سنة على الأقل.
يشار إلى أن تقرير الفريق الدولي المعني بتغير المناخ الصادر يوم الاثنين توقع أنه بحلول عام 2030 ستكون درجة الحرارة العالمية لعام واحد على الأقل أشد سخونة بواحد ونصف درجة مئوية عن مستوى درجة الحرارة العالمية ما قبل الثورة الصناعية، أي قبل 10 سنوات من التوقعات السابقة، الأمر الذي يهدد البشرية بكوارث جديدة وغير مسبوقة. التقرير اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه بمثابة إنذار أحمر حقيقي للبشرية، وقال ليس هناك وقت للانتظار ولا مجال للاعتذار. مصدر معانا كان من صحيفة الشروق المصرية، يعني شيء مهم جدا أن يتكاتف العالم، أن تقوم الأمم المتحدة بدعوة جميع العالم للوقوف بقوانين حازمة للحفاظ على البيئة والبعد عن التلوث أو عدم استخدام مشتقات البترول والفحم بكثرة في هذه الأمور واستبدالها في الصناعات، وعدم استخدام مشتقات البترول والفحم يعني في الصناعات ومحاولة استبدال هذه المشتقات بمثلا يعني طاقة نظيفة، الغاز الطبيعي، طاقة شمسية. ده شيء هيأثر بالإيجاب على البيئة وحياة الناس على كوكب الأرض. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. أول تعليق من أسرة الفتاة المتهمة بقتل صديقتها في مول شهير وتفجر مفاجأة عنها. كشفت أسرة درهان المتهمة بقتل صديقتها نجلاء في مول شهير بمصر داخل عيادة الطبيب لأول مرة جوانب أخرى في حياة ابنتها المتهمة بقتل صديقتها. يؤكد عمها سعد محمود أن ابنة شقيقه كانت تعاني من بعض الاضطرابات النفسية، فمنذ فترة ليس بالطويلة قالت إحدى صديقاتها إن نورهان دائما ما تتحدث معها عن الانتحار. يحكي سعد أنها منذ فترة أصيبت بالإعياء الشديد، وبعد عرضها على الطبيب أوضح أنها تعاني من حالة تسمم بسبب تناول طعام غير صالح. أضاف الدكتور نصحنا أننا نعرضها على الطبيب نفسي لأنه لاحظ أن حالتها مش مظبوطة، ولما رحنا الدكتور نفسي قال لنا أنها محتاجة متابعة لأنها داخلة على حالة نفسية لكن مش عارف إيه هي بالظبط، ومعانا روشتات بتأكد أن الحالة كانت بتسوء يوم عن يوم. تزعم أسرة نورهان أن لديها روشتات تؤكد أنها تعاني من حالة نفسية قامت بتسليمها للمحامي أحمد الشناوي. وبحسب سعد فإن الطبيب النفسي الذي يتابع حالتها طلب منها كتابة كل الأفكار التي تدور بخاطرها في دفتر صغير حيث يكون مطلعا على ما تفكر فيه ويستخدم الطريقة العلاجية المناسبة لحالتها. يصف سعد ابنة شقيقه بالملاك، أكد إنها لو قتلت صديقتها وهي بكامل قواها العقلية ستكون أسرتها في الصفوف الأولى للمطالبة بإعدامها.